ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبل، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. رحلة إلى الفضاء. كان حارا كان أفضل. ها لنجرب هذا. قطع اللحم الحارة والساخنة جدا من سجق أحمق مع الفلفل الأحمر الحار. ها؟ أجربها أجربها. مقزز. الرائحة. أوه إن هذا سيء. يا رفاق تمسكوا. يا المزيد. قطعت سجق أخرى لك يا جائع، ولن يستطيع أحد العيش في الكهف. في الواقع الكهف ليس موطنكم الطبيعي، عليكم أن تتعلموا التأقلم. الكهف موطن طبيعي جدا. لا أعني مثل الغابة، الجبال، الصحراء. جبال الحلوى مذاق رائع. التأقلم للمبتدئين. للتأقلم على الشخص أن يراقب، يحلل، وفي النهاية يستخدم بيئته لصالحه. مرحبا بأصدقائي الصغار، أعلن المريخ كوكب سجق أحمر، وأريدكم أن تنضموا إلي هنا في الفضاء بأن تبنوا صاروخا بأنفسكم. 1000 عملة لي أفضل صاروخ. حسناً، لن أقف في طريق العلم أبداً، لكن فقط إذا فرغنا من تدريب البرنامج عن التأقلم. أجل، سنذهب الآن. لم أركم متحمسين هكذا لتدريب النجاة. 1000 عملة مع متعقب الجرار الفضائي وخوذة الاستقبال، سأتمكن من البحث عن سكان الجرار من الفضاء الخارجي. 1000 عملة لنموذج صاروخ. 1000 عملة؟ ما الذي تتحدث عنه؟ سجق أحمق يقيم مسابقة الصاروخ، والجائزة الأولى هي 1000 عملة. تخيل أجهزة التعاقب التي سأصنعها بهذا المبلغ. ما الذي يجب أن نفعله؟ الخطوة الأولى، راقبوا البيئة المحيطة. شكراً، أنت صديق صالح. لا أصدق هذا، إنها سفينة فضاء بالفعل. كيف تعمل؟ ربما تعمل بالصوت. سأجرب. انطلاق. تشغيل الأنظمة. سرعة الضوء. بيتزا معكرونة. هذا غير معقول. أوبل تقول انطلق أيها الصاروخ. فوراً الآن. علينا فصل زر التشغيل عن بعد حتى لا ينطلق الصاروخ بطريق الخطأ. نعم يا سيدي. نحن في الفضاء بلا شك. توقف، استعد للهبوط. بيتزا معكرونة. إنه وقت الهبوط، انطلقي أيتها المظلة. نجاونا. كوكب فضائي جميل جدا. إنه يهبط في ملعب الجولف الصغير يا سيدي. جيد، لنستعدها. أها، ترك اللص آثار أقدامه. سكان جرار. كان يجب أن أعرف، سرقوا صاروخي. تشانج النجدة. هيا بالقوة. تأقلم النجاة للمبتدئين. الدرس الأول، مراقبة كوكب فضائي غريب. أوبل، ما زلنا على الأرض. مرحبا، أنا جاء.
الصدى. جائع الفضائي في الحفرة. انظروا، جاذبية منخفضة. جاذبية رائعة، نحن في الفضاء بلا شك. آلة الفضاء الآلية، أنا صديقتك، جئت في سلام. أنصتوا يا رفاق، هذا الملعب الفضائي. نعم، كوكب الملعب الفضائي. يا رفاق، يمكنكم الهبوط الآن. سأثبت لكم، انظروا لهذا. رأيتم؟ إنه ملعب جولف، إنها الرياضة المفضلة لدى لاعب الجولف الفضائيين. نعم، تذكروا دروس التأقلم. أولاً نراقب، ثم التحليل. الصخور الفضائية ناعمة جداً، لها غمازات. ليست صخرة فضائية، إنها كرة جولف. هيا جرب. نجم ساقط جميل. أحسنت يا جائع، اضربها برفق الآن. قبل تجرب الآن. انتظروا، كل شيء بخير، هذا جزء من لعبة الجولف الصغيرة. أعرف أننا ما زلنا على الأرض، أهل الفضاء. إنهم قريبون، كنت أعلم. البروفيسور مبتكر هنا لنطلقهما إلى الفضاء. هيا سنفعل، نحتاج لإلهائه لنستغل الجاذبية يا رفاق. تحمل شجرة خصائص تدل على المرونة، درجة مرونة عالية تكفي لإرسالهم إلى إنهما قادمان. التأقلم للمبتدئين، نستغل البيئة. المقدمة. وقت الانطلاق يا أوبل. سنرتفع في هذه اللحظة. نار، دخان، صوت عال. لا، لقد نفد الوقود. لا أصدق هذا. ربما فقدنا سكان الجرار، لكن عثرنا على الصاروخ، يمكننا الفوز في المسابقة. وجدتها. جائع، إنه وقت انفجار أنفاس النقانق مجددا. آسف جائع، ما زال يهضم القطعة الأخيرة. لكن يمكنك إنقاذنا يا جائع، افتح فمك. هكذا دورك. انطلاق. التشغيل. لا أصدق هذا، المظلة الآن. هيا يا مظلة. كنت محقة، هذه أثار أقدام سكان الجرار وحذاء فريد، لكن أين ذهبوا؟ ها أنتم هنا، ماذا كنتم تفعلون يا رفاق؟ لقد ذهبنا في جولة صغيرة في الفضاء إلى كوكب الجولف الفضائي. جميل، فرغنا من التأقلم للمبتدئين، راقبنا، حللنا و... المقدمة. ولقد استخدمنا البيئة لصالحنا. الآن نبني السفينة الصاروخة لمسابقة السجوق. من سجوق أحمق؟
أنا 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 وأنا أعرف من أين سنحصل على القطع. تحية كبيرة لجائع الخزين وفريقه. سكاكين الجرارات على صاروخهم الرائع فازوا بجائزة 1000 عملة، لكنهم تبرعوا بها لإصلاح التلف الذي أصاب ملعب الجولف. يبدو أنني ضيعت فرصة أخرى. أصبح الأمر مزعجا للغاية. بالقوة